11 وايضا بعديها بيومين لما كنا في افتتاحات او في زيارات خاصه بمصانع الادويه تم ايضا مناقشه هذا الموضوع من خلال وزاره الصحه متمثله في شخصي. 11 مداخله بجميع القنوات، 23 بيان صحفي في كل التواصل الاجتماعي وكل الجرائد، عدد كبير من الفيديوهات والانفوجرافات، وست محافظ لوحده في اقل من 48 ساعه ما سابش مكان، ومع ذلك يقال ان الدوله لم تتحرك ساكنا. تاني، احنا لما بنتحرك في هذا المجال لازم نتحرك في ضوء معلومات مؤكده. لما وعدنا ان في خلال 48 ساعه هيكون عندنا النتائج الخاصه بتقييم الموقف من الناحيه العلميه ومن الناحيه الميدانيه، كنا نقصد هذا، ولكن على العكس تماما اللي تم من خلال التواصل. ولكن طبعا هناك من المغرضين ومن يعني المستفيدين من هذه الشائعات، والحقيقه احنا تعودنا يعني على مدار التاريخ في من خلال وزاره الصحه ان احنا بنرد من وقت للتاني على شائعات. ويعني افكركم وما عندناش حاجه نخبيها بالمناسبه، ان احنا يعني خلال الفترات السابقه مرينا مع بعض بالكورونا وكنا صادقين فيما نقوله، مرينا مع بعض بحالات في سنه 22 لجدري القرود واعلنا عنها، ايضا اتكلمنا على الفيروسات التنفسيه وعملنا مؤتمر صحفي لما كان في بعض الحالات وتخوفات من المدارس. يعني لا يوجد شيء يمكن ان تخفيها الدوله في التعامل مع الحالات المرضيه، لان ببساطه شديده جدا لا يوجد مسؤول عن المرض. لا المريض مسؤول عن المرض ولا الدولة ممثلة في حكومتها مسؤولة عن المرض. وبالتالي وده يعني خير دليل ما تم في العالم من ملايين ومليارات من الإصابات في حالات كورونا، لم يتم الإشادة أو لم يتم الإشارة إلى أن هناك مسؤول عن هذا. فبالتالي لا يوجد داعي لإخفاء أي بيانات، وإحنا من خلال يعني تعاملنا على مدار العشر سنوات الماضية حضراتكم تعلمون أن المكاشفة والمصارحة هي سمة هذه الدولة في هذا العهد الجديد بقيادة السيد الرئيس، الذي يتابع ما نقوم به يوما بيوم. في كل اللي أنا بحكيه ده هناك اتصال يومي للاطمئنان على الأوضاع وتوفير كافة الوسائل التي يمكن أن تساعد أهالينا. اللي أنا النهاردة شفتهم أثناء تجولنا في محافظة أسوان لا يوجد مشاكل خالص، المدارس موجودة وشغالة وما فيش أي شيء، يمكن فقط تأثير التواصل الاجتماعي بالإشاعات المغرضة هي اللي بتعمل تأجيج للمشاعر المواطنين بدون أي داعي وبدون أي أهداف غير أهداف مغرضة في الوقت اللي احنا كلنا عارفينه طبعا.